عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذه الحفلة المباركة صلاة وسلاما على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور والصراط المستقيم. طيب، أقوم أمامكم لأني أود أن أتكلم قليلا وأبلغكم خطبة بليغة وجيزة تحت الموضوع أهمية تنظيم الوقت في حياة الطلبة. إن الحمد لله الملك الواحد العزيز الغفار مولد الليل في النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لأولي الألباب والإدكار الذي أيقظ من خلقه من اجتبى للتنظيم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الاتعاظ والأفكار وملازمة الاجتهاد والاعتبار ووفقهم للجد في طاعته والتزود بدار القرار والتقوى عن المكروهات وموجبات دار البوار حتى يداوموا على حفظ الأعمال مع تغاير الأحوال والأطوار. والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها سيدنا محمد إنسان عين الوجود المشتق من ساطع نوره كل موجود المبعوث بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم علينا بنعمه الوافرة منها الوقت ولكونه نعمة والمحافظة عليه عمل صالح والإسلام حضنا على أن نحافظ عليه وننظمه ولا نضيعه. فإن الوقت كالثوب الأبيض يلون بأي لون شئنا، فإن لم نستخدمه في عمل صالح ظهر وعشاه عمل طالح. فقد قال الله تعالى في التنزيل الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات المحترمين، معاشر العلماء والأصدقاء، إن تنظيم الوقت شديد الأهمية للطلبة، وذلك لأنه سينتج من هذا العمل الصالح طلبة يفهمون ما هي الطاعة، فتفتخر المدرسة بخريجيها الوقافين عند الحدود المطيعين للقوانين والأنظمة. ثم إن يزيد مثل هؤلاء الطلبة زيادة يمتلئ الوطن والعالم بطائفة مهذبة هم الذين يرشدون ويهدون هذه الأمة إلى سبيل الاستسلام والانقياد لشريعة الملة الحنيفية والإطاعة لله ورسوله وأولي الولاية. وبواسطة هذه الخطوة المقتصدة يقتدر الطلبة على الدراسة التي تقررها المدرسة، لأنه يجعل الوظائف الفضلى من المطالعة والمذاكرة والمراجعة مقضية قضاء حسنة، ويمنع الأشغال الجانبية كالراعة والرياضة أن تتعرض لها لاختصاصه ما بوقت معين، ويصير معاملة الحفظ والمراجعة مطلقة سهلة من أجل أن الوقت المناسب قد عين لها. حضرات المحترمين، معاشر الأساتذة والزملاء، إن التخطيط المرتب والأداء المكمل يحققان الفوز
في كل عمل ووظيفة. ولذلك إذا كانت للطلبة أوقات مرتبة وأحاطوا بالأعمال طبق الجداول المنظمة، فالأثر من ذلك لهم هو الثمرة الحلوة التي هي استعداد حازم لمواجهة الأمة، والاقتدار الراسخ على القلوب المتنوعة، والحماسة الدائم التهابها بالتقدم لمستوى علمي أعلى وأشد تحديا. أيها الحاضرون الأحباء رحمكم الله، وفائدة أخرى في حياة الطلبة اليومية هي أن الوقت لا يذهب سدى بلا منفعة لاجتنابه ما لا يعني، ولا يبطل همنا لعدم العلم بما ينبغي أن يفعل فيه. والأعمال المخططة تنعقد بسهولة لأن وقت أدائها قد عين، والتركيز التام يقدم في كل عمل لتخصيص الوقت المناسب له وعدم تشويش الآخر فيه. زاد إلى ذلك أن الأعمال الثانوية لا تتعطل بسبب خلو التركيز، والجدول يجعل الوقت يفسح لها. فالتوفيق والإرشاد يوجد إذا استعملنا الوقت الصحيح لعمل ما. ولذلك هيا بنا نستغرق أوقاتنا أحسن استغراق، ونستفيد منها حق استفادة، ونسأل الله تعالى أن يخب لنا بركة في العمر لئلا نندم في المستقبل ولا نخسر في المآل. ممكن هكذا ما قلت لكم، ما أصابني من حسنة فمن الله، وما أصابني من سيئة فمن نفسي. أطلب منكم العفو ألف ألف عفو. وأخير الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.